يا استاذ احمد، اللائحه بتقول والله هل هلالك يا سيد؟ وحشني والله. اتفضل يا سيدي. اللائحه بتقول انه 15 يوم اي انت عايز حكم اجنبي فلازم يختار اتحاد الكره قبلها 15 يوم. ماتش القمه يوم 5 محدش اخطر. فدي لائحه صح ولا غلط؟ يبقى ا ب حكام مصريين بقى 15 يوم، فمحدش اخطر. فا ب يبقى خلاص حكام مصريين. ده ماتش الزمالك، ده ماتش الزمالك. واللائحه اللي عايز اجانب يبقى الفريق صح الارض مش الفريق الثاني. على الاهلي مالهوش من حقه انه يطلب. ماشي. طيب الزمالك ما اختارش. ماشي. طب بالنسبه لاتحاد الكره بقى يبدا يفكر في مين؟ في اسماء مصريين. مين الحكم المصري اللي عليه العين ان هو يدير القمه اللي جاي؟ واحد ابراهيم نور الدين، اثنين محمد عادل. عشان ايه؟ خلاص واحد ابراهيم نور الدين. ماشي تمام. ما فيش البنا؟ لا خد ماتش. خد ماتش قمه قريب. ماشي. انا عارف. لا بسأل. لا اللي بيدير ما بيحاولوا يبعدوه يطلعوا واحد تاني، ناس جديده. مفيش امين عمر؟ لا ما فيش امين عمر. طيب الزمالك ما طلبش والاهلي برضو ما ينفعش يطلب لانه مش ماتشو. لو في الاول اقول لك المساعدين، ان المساعدين هيبقى يوسف البساطي او سمير جمال او احمد حسام طه، دول المصريين برضو اللي عليهم الكلام. اثنين من ثلاثه. ماشي. طب لو حصل بقى شويه عوق في النص وقال لك لا لازم حكام مش هيقدر يجيب اجنبي، ليه بقى؟ خلاص بقى هجيب اجنبي ازاي؟ مش هلحق اخاطب، مش هلحق اجيب، اروح اجيب لك مين بقى؟ فهنجيب عربي. عربي بقى. تونس مثلا بقى على الترتيب. رضوان جيد، مصطفى غريل، الاثنين هما الاثنين بصراحه بيدوا الجزائري حكام كويسين. تمام. دول كده التفكير او في الحته بتاعه ماتش القمة. هو برضه عشان الناس تبقى عارفه، حجم الاجنبي الليله بتاعته من 20 ل 25 الف دولار. الاجنبي بليلته. الاوروبي. 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 الحكم الاوروبي. العربي ب 8 8000 دولار. يعني هنا بنتكلم في 800 وشويه، والعربي بنتكلم في 140 150. المصري بقى بص الطقم كله بمواصلاتهم بالفار باخطائهم بكل حاجه بالليله الحلوه 29 ايه؟ 1000 مصري. ياه. بالضرايب 8000 دولار يا كام؟ 140 كام؟ 140000 جنيه. عشان انت شغال بالدولار في فاهم. يبقى 140000 140000 الحكم. طيب خدوا بقى يا جماعه، دي معلومه قديم نعرفها. طاقم التحكيم يتكلف ما يعادل من 20 ل 25 300 وشويه 300 وشويه الف جنيه. العربي 140 المصري 29000 جنيه الليله كلها. وكمان لسه بتخصم منهم ضرايب، يعني بيصفى على 26 26. ده طقم كله. طقم كله، حكم ملعب بسبعه، حكم سحب، حكم رايه بخمسه، حكم رابع بثلاثه ونص، الفار الرئيسي بخمسه، الاسيست بتاعه بثلاثه ونص، فالليله كلها ب 29000. على بركه الله، ماشي الكلام. انما احنا رايحين في اسمين. على ابراهيم نور الدين ومحمد. طب تراهن؟ اراهن على ايه؟ يعني لو مصري ممكن يطلع واحد غيرهم عشان تدفع اي حاجه. انت لو طلع واحد غيرهم هتسخننا على المسؤولين. لا ما انا بسال سؤال. انا تراهن ولا مش عايز؟ نراهن. ايه عشوه؟ عاش احنا والناس واللي انا هتعشى معاكم. طب ما تيجي انا وانت في السكه بتاعت بعض بدله. لا بقى لا هتاخد بدلي كلها. طب هتعمل ايه بقى؟ بدل والكلام. طب انا موافق. انا موافق. لا لو انا طلعت غلط انا عايز اكل. لا بس اصبر. لو انا طلعت غلط هننزل نجيب بدله جديده. يعني لو انت كلامك ده طلع مظبوط. لا مش هنزل اديك واحده بدله من لا ننزل. لا جديده. ننزل نجيب واحده جديده عشان المقاسات بس كده لسه مش هنظبط. خلاص بقى ماشي. نظبط ايه؟ ما تاخد كل بدل ونظبط. انت طلعت. انت بقى طلعت غلط. مش هينفع. انت هجيب لك بدله. مش هينفع. لا مش هينفع. لا اعزمنا على العشاء كلنا. اتفقنا. خلاص اتفقنا. اتفقنا. ماشي.